عادل عقله راح يرفع الكرة مرفوعة قدم الدعس طرف وعويد الشمري يشمر عن ايده وراسه ويحط الكرة داخل الجول جايب الهدف الذهبي وتنقل النادي الكويت الى دور الثمانية. خلف عويد الشمري يشمر ويحط شوف العمار جاي يقول لي انا ما قلت لك ما قلت لك ان المباراة راح تسيب الهدف الذهبي وشوف هذا الجول اللي سجله وطلع الكويت الان الكويت السالمية الان طبعا يعرف